ألو، أنا صاحب محل التحف الخشبية، بدي أسألك البنات اللي إجوا معك بتعرف عنوانهم؟ ضروري كتير. يلا دقيقة بس، دقيقة. بدي أسألك، هن ما قالوا إنهم مبارح بالليل لازم يسافروا؟ شو صار؟ يعني التغت رحلتهم؟ قصدك تأجلت ورح يسافروا بالرحلة اللي جاي؟ طيب ماشي، شكرا. هذا هو عنوان الفندق. شكرا عمو. طيب رح شوفه. من روح المساء. عفواً؟ تعرف شي وين هالعنوان؟ كفي لآخر الشارع وبعدين بتفوت بالدخلة على اليمين. شكراً. شكرا. يسلم. الو، لو سمحتي، في بنتين اجنبيات نازلين عندكم وهن المفروض يسافروا اليوم ولازم شوفهم. هن من شوي طلعوا من هون وراحوا على المطار. هدول اللي شفتهم برا كانوا هن؟ ايه اكيد، لانه من شوي طلعوا. خالي، ثواني خالي. شوي